سلام، اهلا بتونس، جوك باهي واخبارك عال العال. او كسيبوه مكرم الزرمديني، عرفتوه؟ شنو نسيتو سيه؟ لا لا، نعذرك عادي، حتى هما كثروا عليك. زيد تذكر تراه لا ماهوش من المتآمري، هذا من اللي يمشيو في السقين. لما حاله ياما متآمرين زاد مشيو في السقين، اما نتصور الفكره وصلت. مكرم هو التلميذ القروي القاصر اللي ضربوا بوليس قدام الليسي وحطوا في الحبس وعداوها بشكارة هم متاع ثمثم. هذاك هاوكا روح عليك سلامتو. بو ماهوش سالم برشا الحقيقة، عينه اللي عامل عليها عمليات مشات بالضرب، اما المهم روح. وهذاك المبدأ توا، كان ما عمل شي توا يروح. وبرا عدى جمعتين ثلاثة شهرين في الحبس، ولا ترزي في عينه، ولا فشخوه بالضرب وما عداش الامتحانات وعائلته تمرمدت وعانات. نورمال صاحب، القضاء مستقل وما فما حد فوق القانون، وكان ما عمل شي توا يروح. بربي عندي سؤال للقطعان البشرية اللي تعاود في الحكاية ذي، والبوليس اللي ضربه قدام الليسي وزاد ضربه في الميضة وفي المركز باش عينه مشيت بالضرب، هذاك فوق القانون ولا تحته؟ والفرقة اللي تكتلت معاه باش دوروا طفل القاصر واكل تريحة للحبس ولفقوله تهم تبعثوا قدام الشمس بشوية، فوق القانون ولا تحته؟ ما جيتش لبالكم هذي اه؟ بالطبيعة، خاطر انتوما تحبونا نحنا تحت القانون والحاكم فوقه وفوقنا الكل. تحبوا الحاكم الفوق باش تقعدوا تحته وتعملوا صبات وكورنو جلاس، واحنا نبداو تحتكم الزوز. اما ما تنجموش تقولوا هكاك، توليوا تلفوها بالقانون والقضاء. اما كان محامي يقول لكم راهو منوب يتوقف وتبحث بطريقه مخالفه للقانون، تو تقولوا له لا هذه شكلانيه، هذا يحب يفلت من العقاب. في البلدان المحترمه اللي فيها شعوب ومواطنين، الطفل يخرج براءة الساعه، مش يروح وتقعد القضايا تتبع فيه. اي خاطر راهو مازال ما فضيش، ينجموا يعاودوا يدوروه. قلت لك عاده في البلدان المحترمه اللي فيها شعوب ومواطنين وجنسيست، الطفل يروح يشكي بالدوله اللي ظلمته وعملت فيه شر الشعف، وياخو تعويض بالمليارات على عينه اللي مشات والضرر المادي والمعنوي اللي صار له هو وعائلته. اما في البلدان المتخلفه اللي فيها رعايا ورعاع، لازمو يفرح ويشيخ فقط على خاطر روح، ماهوش باش يعدي عام عامين في الحبس. ويلزم الكلنا نفرحوا وننساو الموضوع، خاطر الرعايه بلاصتها الحبس مش الحريه. الحريه تاخذها بمزيه من عند الحاكم ساعه ماهيش حق. مبروك عليكم جمهوريه الحبس هو القاعده والحرية حالة فردية.